علم 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 شو السيسي بس 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 يلا يا اخي يلا الخير واحد حالها ياسين اليوم نحن بقرية تلعار تم تنظيم سباق للخيول العربية الأصيلة السباق الرابع هذا تألف سباق من 7 أشواط شوط غشم للأمهار اللي ما يراكد ولا مرة بعد شوط أمهار راكد بعد شوط محسن بعد شوط وسط بعد شوط أبطال بعد شوط أبطال وطني بعد شوط إنجليزي والحمد لله كان سباق جدا حلو ومرتب مع أنه جهود فردية جهود بسيطة ونحن هي السباقات هي بحضورها الجماهير هي الكبيرة هون منحب يعني نرجع هي التراث أجدادنا وأبائنا ونحب نحفز الناس على هي الرياضة رياضة بحب الطفل بحب الكبير وبظل من أصالتنا وكخيول عربية أصيلة والحمد لله رب العالمين يعني منواجه صعوبات كتير مضمارنا نوعا ما يعني عم يصير في صعوبة بإيجاد المضامير المناسبة للخيل هي المضامير فيها حجر فيها كذا يعني ما عم نلاقي المضمار المناسب ولكن على بهالجهود البسيطة هي الحمد لله في عنا خيل عم تركض وعم يصير سباقات حلوة والحمد لله رب العالمين يعني صار تنظيم حلو انا شاركت باكثر من راس حمد لله كسبت وغيري كثير كسب في عنا مراكز اول ثاني ثالث لهم جوائز يعني جوائز جهود فرديه الحمد لله رب العالمين وكان سباق جدا جدا ناجح اليوم في مضمار أصايل الشمال مربط النور للخيول العربية الأصيلة شاركنا بأكثر من راس الحمد لله وكسبنا المراكز الأولى واستدعونا الشباب في مضمار أصايل الشمال والحمد لله حققنا على المراكز الأولى نتأمل من الله عز وجل أن نقوم بالمهرجانات التالية إن شاء الله ونكسب ونحقق المراكز الحمد لله وصرنا الحمد لله كثير يعني عم نتعب بهذا المهرجان وقمنا بمهرجان كويس الحمد لله ولحد الآن الحمد لله أمور كويسة ومن الشهر الثاني بداية الشهر الثاني لحد الآن عم نشارك ومنتعب على حالنا ومنجهز خيل والحمد لله الله سبحانه وتعالى ما ضيع نتعب بهذا المهرجان ألف مبروك يا ألف مبروك أخوي محمد أبو البراء ألف مبروك تستاهلون الفوز يلا أخوي تفضلنا الساحة شوط الوسط على الستارت يا شباب يا شباب شوط الوسط على الستارت ألف مبروك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة اليوم شاركنا على مضمار أصايل الشمال الدور الرابع بالبطولة اللي صارت هنا اليوم الحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمنا بمركزين المركز الأول أدهم الفياض
بشوط الركضات، المركز الثاني الله سبحانه وتعالى أكرمنا بإمارة، إمارة جابت مركز ثاني بشوط الإنجليزي، والحمد لله رب العالمين. نشكر المقيمين على هذا السباق ونشكر الداعمين، وكان في تنظيم يا ربي لك الحمد، وكانت الأمور ممتازة، جزاكم الله عنا كل خير. الحمد لله اليوم الجمعة 20/9/2024 الدوري الرابع للفروسية على مضمار أصالة الشمال، وكان الحمد لله رب العالمين في مشاركة واسعة من كل الشمال السوري، وكان في مشاركة أكثر من 40 راس خيل، وكان الحمد لله رب العالمين 7 أشواط وكانوا ناجحة، والحمد لله مر السباق بسلام. وطبعا السباقات الخيل تعد رمز من رموزنا، والحمد لله رب العالمين عم نطبق سنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي انه هالسباقات هي، والخيل لها مكانه كبيره عندنا، والمرء لا يأنف من خدمه والديه والضيف والخيل، والحمد لله رب العالمين كان له التطور الحاصل في الشمال السوري وفي السباقات التي على هذه المضامير كانت جيده، والعام هذا ان شاء الله وتعالى يكون اعداد جيده، والحمد لله في مشاركه واسعه من كل الشمال. نتمنى هذه السباقات وهذه الاعمال النبيله ان تنتشر في كل الشمال السوري. الهواشم الهواشم حي الله الهواشم وابو صبحي الله حيوا الف مبروك تحيه لكل من حضر الحفل وكل من شارك وتحيه لابو عبد النداف ولاهل النداف ولاهل بنيش الف مبروك وهذا حدا سوي معاكم كل محل يلا المبروك يا شباب المركز الاول الف مبروك في المركز الاول طب خلينا بس هيك اعطيك يلا مساعد يلا